بالنسبه لخلطه اللي هو اللي ان شاء الله راح تساعدنا في تنزيل مخزون السكر اللي هي مكونه من الكركم وورق الزيتون، الكركم وورق الزيتون والحلبه والقرفه والهندباء، يعني هدول الخمس نباتات اساسيه راح اقوم بتحضيرها ان شاء الله، ويوم الاثنين راح تكون موجوده في كل مراكزنا، وكمان راح احط لكم معاها برنامج او نصائح تغذويه، والسلطه اللي احنا بنركز عليها كمان راح تساعدني في تنظيم السكر مع الخل الطبيعي اللي ممكن نضيفه على السلطه، تمام؟ يعني بحيث انه نوفر عليكم في موضوع اللبس اللي ممكن يصير في الاعشاب، راح تكون جهز لكم اياها كخلطه متكامله، وممكن تكون تاخذوها من مركز. ممكن تدخل على صفحتنا برضو على الفيسبوك، صفحه ابن النفيس للنباتات الطبيه والمكملات الغذائيه، راح تستفيدوا كتير، تمام؟ عشان نحل الموضوع اللي بصير هذا.